بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. إذا صاد المحرم ووجب عليه الجزاء وذبح ذلك، لا يجوز أن يأكل من ذلك، لأن هذا شيء وجب عليه بسبب ذنبه فلا يأكل منه. وكذلك النذر، إذا نذرت لله نذراً ووفيت بالنذر فلا تأكل من ذلك النذر، لأنك أوجبت على نفسك، فيجب أن تتصدق به كله. ويؤكل مما سوى ذلك: الهدي، هدي التمتع، هدي القران، الصدقة، يجوز أن تأكل منها وتطعم الفقراء. وقال عطاء رحمه الله: يأكل ويطعم من المتعة، أي هدي التمتع، تأكل منه وتتصدق منه. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن جريج، حدثنا عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نأكل من لحوم بدننا فوق 300، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. فلحوم الضحايا والهدي يؤكل ويدخر. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى قال: حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني 25 ذي القعدة خرجوا من المدينة محرمين، أحرموا من ذي الحليفة، ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة، أي قربنا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، الذي ما جاء بالهدي معه، إذا طاف بالبيت ثم يحل، يعني يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، تكون عمرة، الذي ليس معه هدي، ثم يحرم يوم التروية بالحج وعليه هدي التمتع، وإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه، أي كما وقع الأمر. باب الذبح قبل الحلق يوم النحر: 4 أعمال: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، 4 بالترتيب يوم النحر. ولكن لو قدم أو أخر هذه 4 بعضها على بعض يعفى عنه. حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشب
حدثنا هشيم، أخبرنا منصور ابن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. إذا قدم أو أخر هذه الأربعة الأعمال، أعمال يوم النحر، لا بأس، ولكن الترتيب: أولاً رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي. حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، يعني طاف طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة، قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. يعني أربع أعمال يوم النحر، لو قدم أو أخر لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم: أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان وراه عن وهيب: حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، أي رميت الجمرة بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج. أعمال يوم النحر الأربع، لو قدم أخر بعضها على بعض لا حرج. حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ أي أحرمت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرف، ولكن قال: لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، أي نظفت رأسي، ثم أهللت بالحج. يعني أمره أن يتمتع لأنه لم يسق الهدي، أمره أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. ثم أهللت بالحج، يعني يوم التروية، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، ولكنه أمر من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. لبد رأسه يعني وضع شيئا كالصبغ على الشعر حتى لا يتطاير. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي،
أي وضعت على شعر الرأس شيء حتى لا يتطاير، وقلدت هدي أي سقت الهدي معي، فلا أحل حتى أنحر يعني يوم النحر، لأنه كان قارن صلى الله عليه وسلم، فطاف وسعى وبقي على الإحرام إلى يوم النحر صلى الله عليه وسلم. باب الحلق والتقصير عند الإحلال أي عند التحلل. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، رمى جمرة العقبة ونحر الهدي وأمر الحلاق أن يحلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. فالحلق أفضل في الحج، والتقصير جائز. حدثنا عبد الله، والتقصير يكون من جميع الشعر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، دعا للمحلقين بالرحمة، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. يعني فالحلق عند التحلل أفضل، والتقصير جائز ويكون من جميع الشعر. حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين؟ قالها ثلاثا، قال وللمقصرين. والتقصير من جميع الشعر. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، يعني من جميع الشعر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، المشقص النصل الصغير، وهذا في عمرة الجعرانة. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني كُريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا الذين لم يسوقوا الهدي. باب الزيارة يوم النحر عن طواف الإفاضة. وقال أبو الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله
النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر، والسعي الأول يكفي لأنه قارن وطاف وسعى عند القدوم وبقي محرم، فيكفيه يوم النحر أن يطوف طواف الإفاضة. وأما المتمتع الذي تحلل فعليه أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أي طفنا طواف الإفاضة يوم النحر، فحاضت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي، يعني تؤخرنا عن السفر. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوا. الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع. فكانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قد طافت طواف الإفاضة، فقال: أخرجوا. باب إذا رمى بعدما أمسى، أي رمى الجمرة بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج. يعني أعمال يوم النحر الأربع: رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الشعر أو التقصير، وطواف الإفاضة. إذا قدم أخر بعض هذه الأمور على بعض يعفى عنه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يزيد بن الزريع، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، يعني أعمال يوم النحر. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. باب الفتيا، يعني الإفتاء على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يعني أعمال يوم النحر: رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الرأس أو التقصير، وطواف الإفاضة. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد، حدثنا أبي، حدثنا ابن جريج، حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أنه شهد النبي، يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. يعني أعمال يوم النحر. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث،
تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله، حدثني يحيى بن سعيد، حدثنا فضيل بن غزوان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فدم المسلم حرام، ومال المسلم حرام، وعرض المسلم حرام. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، تابعه ابن عيينة عن عمرو. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه: ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فدم المسلم حرام، ومال المسلم حرام، وعرض المسلم حرام. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاد: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرتين في الحجة التي حج بها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع، لأنه
توفي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيركم أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. حاء: أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. حاء: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. ليالي التشريق يجب المبيت بمنى، لكن العباس رضي الله عنه كان يخرج الماء من بئر زمزم ويسقي الناس، فاستأذن أن يبيت بمكة لهذا العمل فأذن له لأجل هذا العمل الخيري، وإلا فالمبيت ليالي التشريق بمنى من واجبات الحج إلا من أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. جمرة العقبة يوم النحر ترمى ضحى، وقت الضحى، وأما بقية الجمرات فبعد الزوال يعني بعد الظهر. أيام التشريق رمي الجمار بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمي. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين أي ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. في أيام التشريق رمي الجمار بعد الزوال، وأما يوم النحر ضحى. باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناساً يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش بهذا، يعني يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني الرسول
صلى الله عليه وسلم، ورمي الجمار لذكر الله، وتقول الله أكبر مع كل حصاة. بعض العوام يظن أن الشيطان هناك فيسب ويلعن ويرمي بالحذاء، هذا باطل، إنما رمي الجمار إقامة لذكر الله. باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن ابن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يقول سورة البقرة، وأما هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ما يلزم هذا، يعني سورة البقرة لا بأس. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رميت جمرة العقبة ليس هناك دعاء بعد جمرة العقبة، وأما بعد الجمرة الأولى ترمي ثم تدعو الله، وإذا رميت الجمرة الوسطى ترمي ثم تدعو الله، وأما جمرة العقبة ترمي وتمشي. باب إذا رمى الجمرتين الأولى والوسطى يقوم مستقبل القبلة ويسهل، أي يقف في مكان سهل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلحة بن يحيى، حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا يعني الأولى بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه بعد الجمرة الصغرى، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا أي الصغرى والوسطى. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا أي الصغرى بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يعني الصغرى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها
فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار من ميل الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها سبع حصيات، يكبر عند كل حصات، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. يعني إذا رميت جمرة العقبة يوم النحر وحلقت جاز لك الطيب واللباس إلا النساء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، يعني قبل الإحرام، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. إذا رمى الحاج رمي جمرة العقبة وحلق رأسه حل له الطيب والنساء، حل له الطيب واللباس إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى حل له كل شيء. باب طواف الوداع. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فطواف الوداع واجب إلا الحائض، إذا طاف الطواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع بسبب الحيض. حدثنا أصبغ ابن الفرج، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب على المعابد، ثم ركب إلى البيت إلى الكعبة فطاف به، أي طاف الوداع. تابعه الليث. حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم 13 بعدما رمى الجمرات جاء إلى الأبطح ومكث بها، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام، ثم استيقظ وجاء إلى الكعبة وطاف طواف الوداع. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ يعني تؤخرنا عن السفر؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة. قال: فلا، إذن إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع بسبب الحيض. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، يعني يسقط الوداع. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم رضي الله عنها، فذكرت حديث صفية أم المؤمنين
رضي الله عنها، يعني أنها طافت طواف الإفاضة ثم حاضت، فأذن لها الرسول بالخروج. رواه خالد وقتادة عن إكرمة رحمهم الله. حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، أي للحيض، إذا طفنا طواف الإفاضة. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، كان قارنا ومعه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، الذي ليس معه الهدي طاف وسعى وقصر وتحلل، ثم أحرم يوم التربية ولزمه الهدي. فحاضت هي أم المؤمنين عائشة، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة حصبة، ليلة النفر، يعني يوم 13، قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري؟ قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية من تحيي أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أي تؤخرين عن السفر، أما كنت طفتي يوم النحر طواف الإفاضة؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس، انفري، إذا كنت طفتي طواف الإفاضة يسقط الوداع بسبب الحيض. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبط، أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد: قلت: لا. تابعه جرير عن منصور في قوله: لا. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح أعلى المعابد. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. صلى الظهر يوم التروية بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر عن يوم 13؟ قال: بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. يوم 13 بعدما رمى الجمار صلى الظهر بالأبطح. حدثنا عبد المتعال ابن طالب، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، يعني أعلى المعابد، ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طاف الوداع. باب المحصب وهو أعلى المعابد. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأبطح، ليكون أسمح، أي أسهل لخروجه، يعني بالأبطح أعلى المعابد. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني
ليس بلازم أن من حج ينزل بالأبطح، هذا ليس بلازم، إنما نزله الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون أسهل لخروجه صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. ذي طوى جرول عند مستشفى الولادة أولاً، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين، يعني عندما يدخل مكة يبيت بذي طوى أي بجرول، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة جهة الحجون. وكان إذا قدم مكة حاجًا أو معتمرًا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، المسجد الحرام، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعًا ثلاثًا سعيًا، يعني في طواف القدوم يرمل، وأربعًا مشيًا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين أي ركعتي الطواف، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله عنهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، على المعابد الظهر والعصر. وأحسبه قال والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة أي ينام نومة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى جرول حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز اسم سوق، وعكاظ اسم سوق مسجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. إذا أدى الحاج مناسك الحج لا بأس أن يتجر إذا أدى المناسك. باب الإدلاج بالمحصب. قال الإدلاج سير أول الليل، سير أول الليل. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت حاضت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها ليلة النفر، يعني ليلة 13، فقالت ما أراني إلا حابستكم أي مؤخرتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ طاف الإفاضة؟ قيل نعم، قال فانفري. إذا طاف الطواف الإفاضة يسقط طواف الوداع. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله وزادني محمد حدثنا محاضر حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، يعني من لم يسق الهدي. فلما كانت ليلة النفر أي ليلة يوم 13 حاضت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى أقرى ما أراها إلا حابستكم، أي تؤخركم عن السفر. ثم قال: كنت طفتي يوم النحر طواف الإفاضة؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن حللت. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها، فلقيناه مدلجا أي في أول الليل، فقال: موعدك بمكان كذا وكذا. كتاب العمرة. باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. العمرة واجبة في العمر مرة كالحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، حج الفريضة وحج مرة، والعمرة عمرة فريضة مرة. وما زاد فهو تطوع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها أي العمرة لقرينتها أي قرينة الحج في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم وفقنا وتقبل منا. فالله عز وجل يكفر صغائر الذنوب ما بين العمرتين، والحج المبرور المطابق للسنة ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم بلغنا ذلك بالعفو والعافية والصحة والسلامة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر رضي الله عنهما: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد، سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة، يعني صلاة النافلة في البيت أفضل. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. على كل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في ذي القعدة، ولم يعتمر في رجب. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة رضي الله عنها، يعني تتسوق، سمعوا إنها تستاك، استنان عن استعمال السواك. فقال عروة: يا أمّاه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. حدثنا أبو عاصم،
أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان ابن حسان حدثنا همام عن قتادة سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حينما جاء معتمرا وصده المشركون حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجارانة إذ قسم غنيمة غنيمة أراه حنين غنيمة حنين قلت كم حج قال واحدة، يعني بعد البعثة حجة الوداع. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، يعني زمن الحديبية، ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. حدثنا هدبة حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته، كان قارنا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا رحمهم الله فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، يعني عمرة الحديبية التي صده المشركون وعمرة من القابل وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. باب عمرة رمضان. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا عمرة رمضان بالعفو والعافية والصحة والسلامة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار رضي الله عنها سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح أي بعير فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا أي بعيرا ننضح عليه أي نسقي عليه الماء. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. فعمرة في رمضان أجرها عظيم كحجة. اللهم بلغنا ووفقنا بالعفو والعافية والصحة والسلامة والقبول، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب العمرة ليلة الحصبة، يعني يوم 13 وليلة 14. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة يعني ليلة 14 أرسل معي عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو
سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرًا كم سمعته من عمرو. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء، حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان قارن وهو كان كذلك.